صادة أبو رأس، بنرحب بيك إذا كنت موجود هنا حاضر معانا قدامنا، بنرحب بيك إذا كنت بتشوفنا من خلال الشاشات. نفسي كده متشوقين إنه ربنا يكون بيحركنا الوقت اللي جاي في أيام يكون هو بيحركنا فيها بمجده، ويكون هو اللي بيعلن فيها واسمه هو بس اللي بيعلن وسطينا. نفسي في لحظات بسيطة جدا نكون بنصلي للوقت اللي جاي. تعالوا بينا نصلي. أمين يا رب، مصدقين إنك تقودنا، وشوقنا يا رب إنك تقودنا في وقت من السماء الوقت اللي جاي. تسبيحات يا رب حقيقية، كلمة منك حقيقية يا رب. متشوقين يا رب إنه اسمك بس اللي يعلى في وسطينا، واسمك بس اللي يمجد يا رب في وسطينا، وما فيش اسم تاني يا رب. في اسم يسوع يا رب تصنع يا رب أمر جديد الآن ينبت في اسم يسوع. أمين أمين. هيقودنا دلوقتي في وقت التسبيح والفرح أخونا رمون رفعت مع فريق قصر الدبارة. مساء الفل. حد يقول لي مساء الخير؟ طيب، فرحان جدا ان احنا نخدم الرب في وسطكم، وان الرب يستعلن لينا في الايام اللي جايه دي. حد عايز الرب موجود هنا؟ في حد عايز الرب؟ انا كلنا طالبين الرب، واذا ما كنتش جاي طالب الرب، الرب يهيئ قلبك كده ويحول قلبك انك تطلبه. هو حاضر وموجود في وسطنا. غمض معايا عينك دقيقه كده وسكن قلبك معاه، وقوله مش عايز غيرك، بس روح له روح له روح له. هو فتح لك حضنه ومعمل لك كل الايام دي بس عشان يتقابل معاك، عشان يتقابل معاكي. مهما كان القيد اللي انت داخل بيه، الخطيه، التعب، هو حاضر في وسطنا. هو بابا الكل، بابا الكل. قوله ماليش غيرك، ومش عايز يكون ليا غيرك. يا اللي فاتح حضنك لينا، يا اللي فاتح محضرك لينا، مش عايزين غيرك. ورفعين قلوبنا إليك، يا فاتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك المندودة لنا بحياة. رفعين قلوبنا إليك، يفتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك المندودة لنا بحياة. ملناش غيرك أنت إله الحي، بنترجى ملناش غيرك انت إلهنا الحي، بنترجى جايين. يا أبانا يا متكلنا، من غيرك انت يا حن، ومن يجدد أملنا لحياة في ملء الرضا. وامسك ايدين اللي ذل ولا تنساش. يلا قول من قلبك يا إله نحرر وحل من كل ربط الخطيه، وامسك ايدين اللي ذل. قولها تاني تاني من كل قلبك. يا إله نحرر وحل من كل ربط الخطيه،
ما تسقفش، ارفع قلبك، ارفع قلبك وقول الطلبة دي من كل قلبك النهاردة. قول له ماليش غيرك وعايز امسك فيك وعايز اشوفك، انت وحدك وليس سواك يا سيد الرب، انت وحدك وليس سواك يا سيد الرب، انت وحدك مبارك اسمك من الازل والى الابد يا سيد الرب، انت ملك الملوك ورب الارباب، مبارك اسمك يا سيد. حنان ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين، شافي منكسر القلوب ومقوم المنحنين. هللويا هللويا هللويا
شبعنا بالرضا وتخفي في السبح وقول هللويا 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 لاسم يسوع هللويا هللويا لاسم يسوع هللويا هللويا. يلا لوحديكم من غير مزيكا. أبرع جمال من كل الناس كلنا على الأيام واللي ينظر في السليم ومش في الكل ايدك معايا كده وانت واقف قول له انت فوق كل قوة ورياسة وسلطان، انت فوق كل حاجة انا داخل بيها ومش قادر عليها النهاردة، انت فوق كل شيء، انت صاحب السلطان وحدك يا سيد الرب، انت كرسيك لن يزول يا سيد الرب، ملكوتك ملكوت ابدي، سلطانك لن يزول يا سيد الرب. اشكرك يا سيد ربنا ان انت فوق كل سلطان يا سيد الرب، مين ينهب القوي وينهب امتعته غيرك يا سيد الرب، انت وحدك فوق كل سلطان فوق كل قوه ورياسه يا سيد الرب. اشكرك لانك بابا، اشكرك لانك ماسك بايدينا، اشكرك لانك ملناش غيرك انت وحدك يا سيد الرب. هاليلويا. واللي عنده اب زيك يبقى لازم يفتخر، واللي سنده الى قدير ايوه صعب ينكسر، ده اللي عنده اب زيك يبقى لازم يفتخر، واللي سنده الى قدير ايوه صعب ينكسر. يلا قول معايا، ده اللي ايده ماسكه ايدي ويده مسحه لي الدموع، ده اللي افضل احكي عنه ده حبيب قلبي يسوع، صاحب الايد القديره مهما كانت الريح عسيره، صاحب الايد القديره مهما كانت الريح عسيره،
يلا ارفع ايدك معايا كده وسبحه من قلبك. قول له اشكرك لانك اله صالح يا رب. اشكرك لانك افكارك تجاهنا افكار سلام لا شر. اشكرك لانك اله صالح والى الابد رحمتك يا سيد. اشكرك لانك معايا في كل وقت في ضيقي في تعبي في بعدي. اب مستنيني اشكرك. اشكرك لانك بابا الصالح والطيب. اشكرك. اشكرك لانك انت ساند بايدينا وماسك بايدينا وساند ظهرنا ومغطينا. اشكرك لانك فاتح حضنك طول الوقت للبعيد قبل القريب. اشكرك لانك فاتح حضنك للكل. اشكرك لانك انت المحبة انت النور والحق. قول اصنع خير وسطينا في الايام دي يا سيد الرب. انزع قبضة عدو الخير من علينا من على اذهاننا ومن على بيوتنا يا سيد الرب. من على قلوبنا ومشاعرنا يا سيد الرب. انزع قبضة الخير من على عدو الخير من على البلد يا سيد الرب. انت اله كلك طيبة وكلك حنان. اشكرك لانك حتى في قبورنا واقف قدامها تنادي علينا. انده على كل العازر فينا يا سيد الرب. مبارك اسمك. صلي معايا الترنيمة اللي جاية دي قبل ما نختم الوقت ده. صليها وانت بتقوله كده: يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي بكيت معي. ويا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. منحتني حياة ورحمة حفظت عنايتك روحي ليك لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي ليك. يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي بكيت معي. ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. حملتني وحملت عمري بالخير وياما احتملتني. شهد ماضية انك رعية وعبرت بيا على منكبك. يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت. نصرتني وقت انكساري وقت انهياري انت شلتني. مديون لك انت ليلي ونهاري هفضل اغني بالحب ليك. يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعك وما اكتفيت بكيت معي. ومسحت دموعك وما اكتفيت. في كل ضيق اتضايقت ليا انيت معايا وشاركتني. تعلقت
بيا وانا في القسية، شديت ايديا خبتني فيك يا ابو قلب طيب، يا غني بالرحمة جيت كلمتني ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي ومسحت دموعي بكيت معي. اشكرك يا سيد الرب لانك اله ماسك بايدينا واقف معانا، لانك بتقن معانا بكيت معانا لتحررنا وتنشلنا وترفعنا الى حضنك. كمل معانا عملك الايام اللي جايه، كمل معانا الوقت. تعالى يا رب بكلمه حيه فعاله، كلماتك مطرقه تحطم كل صخر في داخلنا، كلمات ناريه محييه تطرد كل بروده وموت في داخلنا يا سيد الرب. كلماتك عسل ولبن تشبع وتبهج يا سيد الرب. مبارك اسمك لانك حاضر في وسطنا، ليه كل المجد امين. اتفضلوا. دلوقتي معانا فريق جميل جدا اسمه فريق الحياه للدراما، ده فريق انا بحبه خالص. الفريق ده النهارده عامل حاجه جديده اسمها شلل خماسي. هم دايما بيدونا كده اسماء غريبه وبيدبسونا احنا فيها عشان نقولها، بس معلش اسمها ايه؟ شلل خماسي. فخلونا كده نديهم تحيه ونصلي لهم ربنا يستخدمهم معانا. ما تقربش منها طول ما انا مش في الاوضه. اطلع بره. ريهام انا قلت لك كذا مره ما تسيبنيش هنا مع المجنون ده لوحدي. انا ببقى مرعوبه هنا من غيرك. معلش انا اسفه، هشغلك المزيكا اللي بتحبيها. ممكن اعرف ايه اللي اخرك كل ده؟ الدنيا كانت زحمه قوي يا ندى. زحمه؟ يا انا نسيت الكلمه دي خالص. من حلاوتها قوي مش فايتك كتير. بقولك ايه، كلتي؟ لا طبعا، انت عارفه ان انا ما بحبش اكل من غيرك. بعدين يعني يا رهام مش فارقه، كله في بقي زي بعض. ليه بس كده؟ قولي لي ناقصك ايه وانا هجيبهولك. فعلا يا رهام، انت متخيله ان في اي حاجه في الدنيا دي ممكن تبسطني وانا بالوضع ده؟ اه طبعا، انسي خالص ان انت مش بتمشي. فكري، شوفي ايه بيبسطك واعمليه. بقولك ايه، فين التابلت اللي جبتها لك يا بنت؟ الايه كل دي لايكات على الصوره الاخرانيه؟ نجمه بتتكلمي بجد؟ اه صدقيني. طب وريني كده. يلا، فين صوره النهارده؟ لا يا ريهام بلاش، مش قادره، وبعدين شكلي النهارده مش حلو خالص. مين قال الكلام ده؟ ده انتي قمر بجد. شكلي حلو؟ اه صدقيني. طب وريني المرايه كده. مراية؟ من امتى بتبصي في مرايات يا ندى؟ انا مرايتك وبقولك انك زي القمر، وانا هخليكي احلى واحدة في الدنيا. هذا بصي بيعمل ايه؟ هو كده طول الوقت ده بيخزني بجد، بيعمل كده طول الوقت. عم ربيع
اطلع برا. سيبك منه. هيجنني بجد، مستفز. قولي لي بس، عايزة تروحي فين النهاردة؟ شرم الشيخ ولا الغردقة؟ الساحل. موافقة. جميلة قوي، يا ريتني كنت هي. طب ما ده انتي. لا يا ريهام، دي مش انا، دي جميلة حرة بتروح اي حتة هي عايزاها مبسوطة. دي مش انا. ندى، انتي اللي الناس فاهمينه عنك. هو انتي فاكرة ان في حد مبسوط بجد؟ كله بيرسم الصورة المفروض يكون عليها، بيعوض نقص اللي جواه، يحس بقيمته، الناس تسقف له تقول له برافو عليك يا بختك. اتنين صورتهم في منتهى السعادة. حبيبي، حياتي من غيرك ما تسواش. انت اللي معاها عرفت طعم الحياة. وهما في الحقيقة مقطعين بعض في البيت، واحد طول النهار آيات آيات ويوعظ في الناس. هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. وهو في الحقيقة ما يعرفش أي حاجة عن ربنا. واحدة بقى على طول صور 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 صور. أحلى أصحاب دول ولا إيه؟ وهي في الحقيقة مش طايقاهم، واحتمال كبير قوي تبقى حسب واحدة رهيبة. واحد بقى فنان مثقف، كل صوره بفنجان القهوة وكتاب. الشتاء وقهوة وكتاب مع صوت فيروز. وهو في الحقيقة ما بيسمعش غير مجدي شطة وحمو بيكا. تخيلي بقى لو كل واحد من دول حط الحقيقة، مش هنلاقي حاجة حلوة نتفرج عليها. واحنا عايزين نتفرج على حاجة حلوة ولا ايه؟ ايوة يا ريهام، بس انا زهقت، في حاجات كتير قوي نفسي اعملها. يعني نفسي ارقص مثلا. نرقص؟ ما حضر لك مفاجاه. ده هيوديكي في حته تاني خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الاختراع ده؟ ايه ده، ده يجنن. جبتيه منين ده يا ريهام؟ ما تقلعيهوش او عينك هتنبسط. What a wonderful world. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. ده حلو قوي، وهمي. بس ده مش حقيقي. بره في دنيا حقيقيه. عايزه تخرجي عشان تشوفي ايه في العالم المقرف المزيف اللي بره. عايزه اشوف ناس حقيقيه، اعيش الدنيا زي ما هي بحلوها بمرها، بس اعيشها. الدنيا بره وحشه قوي يا ندى، الدنيا دي هتكسرك. الدنيا دي مش ناس نظيفه، انتي نظيفه. ايوه بس انا نفسي يا ريهام احب واتحب. حبي نفسك، انت الاهم. محدش اصلا يستاهل يتحب. الناس بره مؤذيه بشعه،
وانتي يا ندى ما بتعرفيش تدافعي عن نفسك. الناس لو شافتك على طبيعتك ما حدش هيحبك، هتريقوا عليكي على ضعفك. ما حدش بيحب الناس الضعيفه. اللي بره عشان بس مختلف بيتاكل. ايوه انت مش عايزه اخرج، مش عايزه اخرج يا رهام، مش عايزه اخرج. انت صح، انا مش عايزه اخرج. مش عايزه تخافيش، ما تخافيش. الكرسي ده هو امانك، هجيب لك الدواء واجي على طول. انت صح. عم ربيع كوبايه ميه. مش عايزه اخرج، انا مش عايزه اخرج، انا هقعد هنا. ابا ابا شكرا يا عم ربيع. ابا عم ربيع قرب لي الميه شويه. ابا عم ربيع انا عطشان، قرب لي الميه شويه، قرب لي الميه. أب. انت ما عندكش احساس؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ ابا وانا كده ليه؟ انا مخلوقه كده ليه؟ انا ليه على كرسي العجل؟ ليه ما بمشيش؟ انا عايزه اقوم، عايزه اقوم. ندى حبيبتي انت مالكيش ذنب، ربنا عايزك كده، دي حاجه بره ارادتنا. ندى الدنيا دي ما فيهاش عدل. هو لو في عدل واحده زي القمر زيك من يوم ما اتولدت للنهارده عمرها ما جربت يعني ايه رجليها تلمس الارض؟ طفل عنده 5 سنين يموت بسرطان، ناس مش لاقيه اللضا، وناس تانية مش عارفة تودي فلوسها فين، ناس وهي بتصلي تتفجر. انا مش عارفة ربنا بيعمل كده ليه. ايوه ايوه بس ربنا ملوش ذنب. الناس هي اللي شريرة وبشعة، واللي بيحصل ده نتيجة شرهم. انا بس اوقات غصب عني بسأل اشمعنى انا، اشمعنى انا. لا يا ندى، مش انتي بس اللي على كرسي بعجل، الناس كلها على كرسي بعجل. محدش بيفكر، محدش بيختار، متكتفين متساقين ورا اي تقليعه جديده، شايفين ظلم وقهر ساكتين. وحتى لو وقفوا على رجليهم بيجروا في المكان، يتعلموا يتخرجوا عشان ما يتقالش عليا جهله، يشتغلوا عشان ما يتقالش عليا عطله، يتجوزوا عشان ما يتقالش عليا عانس، يخلفوا عشان ما يتقالش عليا فيا حاجه ناقصه، وفي الاخر يجروا 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 يجيبوا فلوس وبعدين ولا حاجه، موت. خدي دواء يا حبيبتي، انا هروح الاوضه اللي جنبك مش هتاخر. في ايه يا عم ربيع؟ في ايه؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ عاوز مني ايه؟ ايه؟ ايه يا عم ربيع؟ في ايه؟ في ايه؟ هبا هبا يا عم ربيع انت عمى، انا مشلوله مشلوله. هبا هبا وانا لو اقدر اقوم كنت ليه هحبس نفسي في الكرسي ديت من السنين اللي فاتت. هبا هبا سيبني. هبا هبا يا عم ربيع لا سيبني سيبني، حرام عليك، كفايه كفايه. هبا 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 انا هبا بقدر هبا امشي. هبا انا بقدر امشي. هبا عم ربيع انا من ساعه ما اتولدت وانا على الكرسي ده. هبا 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 ريهام كدابة؟ هبا أهرب؟ هبا ريهام كدابة؟ هبا هبا أنا؟ هبا زمان؟ هبا وأنا صغيرة؟ هبا كنت بقدر؟ هبا أمشي؟ هبا وأنا صغيرة كنت بقدر أمشي؟ هبا أنت كداب؟ لا هبا أنت كداب؟ هبا 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 ده أنا؟ هبا ده أنا 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 يا عم ربيع أنا واقفة أنا واقفة وده بابا وماما. هبا أنا كنت بمشي، أنا كنت بمشي. هبا بس ريهام ما قالتش كده، ريهام قالتني إن أنا مشلولة. طول حياتي بتقولي إن أنا مشلولة يا عم ربيع، ريهام قالتني إن أنا مشلولة. هبا أنا ما بمشيش، طول حياتي بتقولي إن أنا ما بمشيش يا عم ربيع. هبا ريهام قالتني إني مشلولة. هبا 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 مش هقدر يا عم ربيع، مش هقدر هبا مش هقدر، أنا ما بمشيش، أنا ما بمشيش يا عم ربيع. هبا هبا هقدر هبا هقدر اقوم. هبا 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 انا ما
ربيع انا بتحرك. عم ربيع عم ربيع عملتي ايه فيه؟ طبعا لازم تعملي كده عشان انتي طول الوقت كنت بتحاولي تخليه ما يفهمنيش. انا ما كنتش فاهمه هو عايز يقول ايه. عشان انتي غبيه عمرك ما فكرتي تقومي ابدا. عارفه ليه؟ عشان جبانه خفتي تقعي فما جربتيش تمشي. انا ما قمتش عشان انت كنت بتقولي ان انا مشلوله وانت اتبسطتي وصدقتي. عارفه انت عشتي الدور قوي وحبيتيه وحبيتي دور الضحيه. انت ازاي جواكي كل الشر ده؟ عملتي كده ازاي؟ عملتي فيا كده ليه؟ عشان بكرهك بكرهك. انت ليه ابوكي يحب كل الحب ده؟ ليه بقى عندك كل حاجه؟ كان لازم اخلي قدامك كل حاجه بس بدمتي ايديكي ومش عارفه تقوليها. عملتي ايه؟ عملتي ايه عشان اكون بعرف امشي وتخليني اقعد على كرسي بعجل؟ كنت بتديني دواء؟ بتحطي لي حاجه في الميه؟ حاجه في الاكل؟ عملتي ايه؟ انا مش محتاجه اعمل كل ده. انت عارفه انت مشلوله منين؟ من هنا. ده لما بيقتنع وده بيصدق ده بينفذ. انا همشي 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 ومش عايزه اشوف وشك ده تاني ابدا. عايزه تمشي امشي بس هتعرفي ندى انت ما عندكيش حياه برا الكرسي ده. حياه؟ حياه ايه؟ حياه ايه اللي بتتكلمي عليها؟ انا كنت هنا عايشه ميته وانت كنت بتكدبي وتقولي لي ربنا عامل فيا كده. وانتي محروقة قوي كده ليه؟ تعرفي ربنا مثلا؟ لا معرفوش معرفوش بس عشان معرفوش ما اقدرش اقول انه ظالم. عشان معرفوش ما اقدرش اقول انه بيكرهني. انا عرفته من دماغك انتي، عرفته من اللي بيقولوا عنه الناس، عرفته من ظروفي. عشان كده انا هكتشفه هكتشفه بدماغي انا. يمكن الاقيه بيحبني الحب اللي عشت طول عمري ادور عليه. يمكن معاه احس بالامان اللي عمري ما لقيته. يمكن اخيرا احس ان انا بني ادمه معاه وليها قيمه. عايزه تمشي امشي يا ندى بس اقولك على حاجه. انتي هترجعي تاني لان انتي مكانك على الكرسي ده. يمكن بس اللي انا عارفاه متاكده منه دلوقتي ان انا بمشي بقدر اقف على رجليا حتى لو جيت وقعدت هنا تاني. انا عارفه كويس قوي اني هقدر اقوم واني بقدر امشي. امشي امشي في داهيه. النهارده مليون واحده ممكن تيجي تقعد وتملى مكانك على الكرسي ده. هعمل لك مفاجأة النهاردة، حاجة هتعيشك في عالم تاني خالص. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
تحية خاصة لعم ربيع. عايز أهني الفريق. أنا أول مرة يعرضوها مش كده؟ بس معنى عميق وحقيقي وبيري إن الشلل الحقيقي هنا مش في الجسم. ولما إبليس بيوهمك بخرافة بتعيشها، ولما إبليس بيضحك عليك وتصدقه بتعيش مشلول وبتعيش في سجن صغير وبتفتكر إن ده العالم، وبتتحرم من العالم الحقيقي اللي ربنا عمله مليان حب ومليان صلاح ومليان أمانة. عايز الحقيقة أعبر عن فرح الشديد إن المهرجان السنة دي مليان شباب. عايز أعرف كم واحد هنا تحت سن 30؟ ممكن يقف كل اللي تحت سن 30 يقف. كل اللي تحت سن 30 يقف. كل اللي تحت سن 30. لا 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 لا، ندي يد للشباب اللي جاي. أهلا بيكم، تفضلوا 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 تفضلوا. مش معقول، حاجة تفرح القلب، يعني حاجة تعزي النفس وتقول الدنيا بخير والشباب راجع راجع. يلا، فحاجة عايز أقرا معاكم مقطعين بيعبروا عن نفس الفكرة الحقيقة، وهي مقولة إلهية اتكررت في العهد القديم واتكررت في العهد الجديد، محفوظة، سمعناها كتير قوي، بس على قلبي النهاردة يمكن أشرحها بمنظور مختلف. وبتعبر في جملة قليلة جدا عن حاجات كتير قوي مغلوطة في أذهاننا عن ربنا وعن دعوته لينا، والتشوه اللي إبليس نجح إنه يعمله في صورة هذا الخالق الجميل اللي أقدر أقول عليه أبرع جمال من كل بني البشر. رؤيا أصحاح 3 عدد 20، آية محفوظة جدا. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطي أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن، خلي بالك من العبارة دي، فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. نشيد الأنشاد، عبارة برضو محفوظة وشبيهة جدا بالكلمات اللي جاءت في سفر الرؤيا. نشيد الأنشاد وصاح 5 وعدد 2 بيقول أنا نائمة، وده حال ناس كتير قوي نايمين، وقلبي مستيقظ يعني لسه بيدق. صوت حبيبي قارعا، أنا واقف على الباب وأقرأ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل بتاع الصبح وقصصي من ندى الليل. طول اليوم بخبط وانتي نايمة. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. عبارة موجزة لكنها تصف تقريبا جزء كبير جدا من الإنجيل، من الحقيقة اللي ربنا عايزك النهاردة تسمعها. وبيقول كده، من له أذن فليسمع. إن سمع أحد صوتي، هو صوتك مش مسموع؟ مسموع. هو احنا ما عندناش ودان؟ عندنا ودان. أمال فين المشكلة؟ المشكلة إني مش عايز أسمع، إني خايف أسمع قرع الحبيب
ليه؟ لأني لو سمعت أن لازم أخد موقف، لكن طول ما أنا مش سامع كأني ما بيحصلش حاجة، كأن ما فيش قرع، كأن ما فيش حد واقف على الباب. بس لو سمعت أنا مضطر أخد موقف، أنا مضطر أقوم وأفتح، أو مضطر أقوم وأقول له روح. من له أذن فليسمع. في حد هنا ما عندوش ودان يا جماعة؟ أرجوك اسمع، ما تسمعش صوتي النهاردة، اسمع صوت الراعي، اسمع صوت الخالق، اسمع صوت الحبيب. أنا واقف على الباب وأقرأ. الكلمتين الجمال في الآيتين اللي احنا قريناهم دول بيتكلم أنا اللي بنادي عليك، مش فلان ومش علان، أنا اللي بنادي عليك، وأنا اللي بنادي عليك. جميلة قوي إن في النشيد الأنشاد جاية بالمؤنث، يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، فجاية مذكر وجاية مؤنث. أنا واقف على الباب وأقرأ. أنت مين؟ أنت مين؟ في بداية هذا الجزء بيتكلم المسيح وبيقدم نفسه، هو مين اللي واقف على الباب ويقرأ؟ فبنقرأ الكلمات ديت في رؤيا وأصحاح 1. أنا مين؟ بيقول كده: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. أنا هو الأول والآخر، أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الكائن والذي كان والذي يأتي، أنا هو الألف والياء. اللي واقف بيخبط والواقف بينادي عليك وبينادي عليك دوت، هو الكل في الكل، هو اللي جابك للدنيا ديت، هو اللي صنعك، هو اللي أبدعك، هو اللي أنشأك، هو خالقك، هو رب الوجود، هو رب الحياة. ده اللي بينادي عليك، مش أنا، مش خادم، مش صوت غريب، مش إبليس، مش عدو الخير. يسوع الذي كان ميتا وعاش وهو حي إلى أبد الآبدين، رب الحياة، والذي عنده مفاتيح الموت والهاوية. أنا واقف على الباب وأقرأ. في نشيد الأنشاد بيقدم نفسه أنا في صورة تانية خالص. في رؤية بيقدم نفسه الأول والآخر، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي. في نشيد الأنشاد بيقدم نفسه الحبيب، الحبيب، العاشق، أيوة العاشق، وبينادي علي بلغة مش عارف تدوب القلب. يرق لها قلب الإنسان، افتحي لي، افتحي لي، يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. وهي بتقول صوت حبيبي قارعا قارعا. أنا المحب، أنا الحبيب، أنا العاشق. بتعشقني أنا؟ بتحبني أنا؟ شايفني كده؟ افتحي لي يا حبيبتي. وطول الوقت في النشيد الأنشاد يقول لها حبيبتي جميلتي جميلتي، أنا شايفك قمر، أنا شايفك قمر، أنت معشوقتي، أنت حبيبتي، أنت من تحبه نفسي. يا أنا رب. أيوة أنت، أيوة أنت، أيوة أنت وأنت. والدليل
الدليل اني حبيتك وحبيتك، الدليل غلاوتك وغلاوتي، الدليل قيمتك وقيمتي عنده، ان المسيح جاء ومات من اجلي، مات لاجلي، وضع حياته حتى الموت لاجلي، دفع مهري، دمه دفع مهري، انه حمل خطيتي واثامي وذهب بها الى الجحيم عوضا عني. يا حبيبتي، يا حبيبي، يا حمامتي، يا كاملتي. انا ازاي ابقى انا كامل؟ عشان انا شلت خطاياك. قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابه خطاياك، ارجع الي. ازاي يا رب محوت خطيتي؟ ازاي شايفني جميل؟ ازاي شايفني كامل؟ ازاي شايفني كده؟ اصل انا خدت مكانك، خدت عارك، خدت اسمك، خدت ذنبك، خدت قبحك، ايوه خدته على الصليب، عشان اشوفك قدامي كامل وجميل ورائع. ثمنك عندي يفوق اللآلئ، ثمنك عندي هو حياتي اللي بذلتها عنك وعنك. أنا واقف على الباب وأقرع. بيفرق معاك اللي بيخبط على باب بيتك هو مين، صح؟ بيفرق، صح؟ يمكن لو شحات، يمكن وزهقت ان كل شويه تديله فلوس وتساعده، يمكن تقول بقى، تقول له كفايه يا عم بقى، شوف حد تاني، صح؟ يمكن لو حد مدينك وبيخبط على البيت عشان خاطر يعني هيخش يعمل لك مشاكل، هتعمل ودن من طين ودن من عجين، وتبقى انا مش هنا، انا مش هنا، انا مش هنا، انا مش هنا. لو حد كبير بقى في الدوله مهم، متهيألي هتتصرف طريقه مختلفه. لو ده ملك الملوك ورب الأرباب هتطنش؟ لو ده الحبيب العاشق هتطنش؟ هتعمل ودن من طين وودن من عجين؟ خلي بالك حبيبي وحبيبتي، خلي بالك أخي وأختي، خلي بالك ابني وبنتي، خلي بالك النهاردة اللي بينادي عليك، اللي جابك هنا، اللي بينادي عليك يسوع، الأول والآخر، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي، اللي بينادي عليك المحبوب الحبيب العاشق الذي بكل ما فيه يحبك ويحبك كما أنت، ودفع فيك وفيك ثمنا باهظا لا يقدر. أنا واقف. طب لما انت الاول والاخر، ولما انت القدير، بتخبط ليه؟ ما تزق الباب وتخش. ما بعملش كده عشان بحترمك، بحترمك، بحترم ارادتك وارادتك. مش اقتحم حياتك غير بموافقتك وموافقتك. بحترمك كإنسان مخلوق على صورتي، لك إرادة مستقل، أقدر أقرع بس، لكن القفل والأكرة من جوه. أنا لو أنا سيد قاسي هفرض نفسي عليك وهستعبدك وتبقى أنت عبد، لكن لو أنت حبيب ومحبوب ومعشوق لازم تختارني زي ما اخترتك، لازم تقبلني زي ما قبلتك، لازم تشتريني زي ما انا اشتريتك. عشان كده انا واقف على الباب وبعمل ايه؟ وبقرا. خلي بالك وخلي بالك، ناس يقولك لو ربنا عايزني جبني، لا هو عايزك وبيخبط، وانت اللي بتقبل او انت اللي بترفض، عشان بيحبك. لو بيحبني يرغمني، اسمها عبودية واستعباد، ده ما اسمهش حب. الحب احترام وتقدير لحريتك. يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، افتحي لي وعمري ما هقتحمك وادخل ليكي غصب عنك، عشان بحبك، عشان بحبك. انا واقف على الباب واقرع.
إن سمع. يعني إذن هو بينادي بصوت يتسمع، وده اللي مكتوب في نشيد الأنشاد بيقول كده: صوت حبيبي قارعا، صوت حبيبي قارعا. يعني هو بينادي، يا بيدق الجرس يا بينادي من بره، صح كده؟ يعني في صوت وصل لي بيقول لي انه واقف بره بيت حياتي، انه واقف بره، مش بعيد، مش اخر الدنيا، ده واقف على الباب وبيدعوني اني افتح. افتحي لي. انا ما حصلش معايا ان ربنا خبط على باب حياتي. طب خلي بالك من اللي هقوله دوت، وشوف خبط ولا ما خبطش. بيخبط ازاي؟ صوت الحبيب، صوت الالف والياء، لما بينادي علي وبينادي عليك بينادي بكم طريقه، كتير قوي، هقول منها ثلاثة أربعة، هقول منها كم نوع. يعني اول طريقه بيخبط بيها باعمال الرحمه والعنايه، باعمال الرحمه والعنايه، يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. طبعا المطر عندنا بتعمل مشاكل، لكن المطر بوجه عام مفروض انها خير، بس احنا مش مجهزين للموضوع دوت. يعني ان الدول التانية بتصلي عشان المطر والا الغابات تتحرق والزرع، بس احنا عندنا بتنزل المطرة بنغرق في شبر مية. لكن يمطر دي معناه خبر حلو، يعني ان شاء الله يفضل دايما خبر حلو. فيشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين، عشان بيحب ده وبيحب ده. ابوكم السماوي كي تكونوا أبناء أبيكم، هو بيحب ده وبيحب ده. كم مرة ربنا أنقذك من مصيبة كنت هتروح فيها؟ كم مرة انتشلك في اللحظة الأخيرة؟ كم مرة نجاك؟ أنا أذكر في حياتي مرات كتيرة قوي، ولما خرجت قلت له أنت اديتني عمر جديد، وأنا متأكد إن ده مش أنا بس. كم مرة كان لازم أعمل حادثة، كان لازم أخش في القدام خلاص، إزاي طلق؟ ما عرفش. مرة وأنا شاب صغير نزلت وما كنتش لسه بعرف أعوم كويس، وبعدين المركب اللي أنا كنت فيها بقت فوقية، فبقيت أنا في المية والمركب فوقية، وأنا مش عارف يعني مش هقدر أطلع كده ولا هقدر أطلع كده ولا هقدر أطلع كده، وظننت للحظة أنها نهاية الحياة، ووجدت نفسي في الخارج. أكيد اللي بحكيه ده كل واحد عنده ذكريات فيها أنقذ نفسي من الموت، ورجلي من الزلق، وعيني من الدمع. كم مرة ربنا صنع معك خير، والخير ده كان طرق بيقول لك بحبك، أنت تهمني، أنا بدور عليك. افتح. من فترة ليست بعيدة التقيت برجل أعمال مر بأزمة فظيعة، مش هقول تفاصيلها لأن لو قلت تفاصيلها هيتعرف أتكلم عن مين. وقال تقبية بعدها وبيحكي لي كيف أنقذه الرب وكيف صنع معه مفتخرا، وكان يعني لأنه ما كانش فيه أيام وزي ربنا اتدخل وانتشلوا كده بطريقة معجزية. وقال أنا عايز أشهد على ربنا عمله معايا، ولم يفتح قلبه للمسيح ولم يعطي حياته للمسيح. سمع القرع، كان صوتا عاليا مدويا في أذنيه، ولم يفتح قلبه. أنا واقف على الباب وأقرع بأعمال الخير والرحمة والعناية. والعكس كمان، وأنا بس بقرع مرات بالعكس مش بالضرب، لا لا لا، ما يقول لك جات لي مصيبة ربنا اداني ألم أطم رقبتي، أكيد مش ربنا. اللي بيقطم الرقبة، اللي بيحش الوسط، اللي بيكسر، اللي بيعور، اللي بيصيب، عدو الخير، مش ربنا. إيد الله اللي مليانة حب لا تصنع شرا أبدا أبدا. لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله. ليه؟ لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشر. أي تجربة شريرة مريت بيها، صحية، مادية، نفسية، معنوية، أسرية، اجتماعية، في واحد اسمه المجرب، إبليس
مش ربنا، مش ربنا. كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل، مش هيتغير عن كده أبدا أبدا. أمال إيه؟ أمال إزاي ربنا ممكن يستخدم الظروف الصعبة عشان يقرع؟ بيقول إيه الكتاب؟ أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس. يعني إيه؟ يعني ربنا يخبط بأعمال العناية والمحبة ويخبط 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 ليلاقيني مطنش وعامل ودن من طين ودن من إيه؟ من عجين. يعمل إيه؟ يرفع الحماية، يرفع الحماية. أقولها تاني؟ يرفع الإيه؟ الحماية. إبليس يلاقي الباب إيه؟ يلاقي ما فيش سور، يروح داخل وهبدني علقة، وبعدين يقول لي ربنا بيضربك يا ضلالي. يقول الكتاب وأضيق عليهم لكي يشعروا. صليت لناس كده في حياتي، تعرف الأخ دي أو الأخت دي مش قادرة تسمع لأعمال العناية، ضيق شوية ضيق شوية. وكم من ناس بسبب الضيق إن ربنا رفع إيديه عن الحماية ومروا بضيق، فاقوا واستيقظوا وسمعوا لصوت قرع المحبة. لأن احنا دايما مش بنيجي بالذوق، بس هو عمره ما يصنع شرا. أنا واقف وأقرع، أقرع بأعمال العناية وأقرع برفع الحماية، لكن بقرع بطرق تانية كتير قوي ما أكثرها. بقرع إن بيكون ليك شخص تعرفه كويس وفجأة يتغير، يروح مؤتمر، يروح نهضة، يحضر حصاد كده ويرجع بني آدم تاني خالص. وتبقى أنتم متعودين مع بعض، شلة مع بعض، بتعملوا اللي ما يصحش، وبعدين فجأة هو يتغير، وبعدين تقول له هو حصل لك ايه؟ يقول لك لا ابدا، فتحت قلبي للمسيح، المسيح دخل حياتي فتغيرت. يا سلام، وتقعدوا تتريقوا عليه، خدنا على جناحك يا عم، بصلين بركتك بقى ومش عارف ايه. طب هنشوف الحكايه دي هتستمر قد ايه. يا ما ناس حواليك حياتها اتغيرت لما المسيح دخل حياتهم، والناس دي كان صوت قرع، وانت عملت ايه؟ خليت ودن من طين ودن من عجين. ياما آيات وعجائب ربنا عملها في الناس اللي حوالينا كانت مفروض تفتح أذننا، لكن احنا مش عايزين نسمع. الفريسيين رجال الدين اليهودي، رجال الدين المتدينين بتوع اليهود، حفظة الناموس وأولاد موسى، يشوفوا لعازر يوم من بين الأموات بعد 4 أيام بعد أن أنتن، والناس كلها تشهد الرجل ده مات، حطناه في القبر 4 أيام أنتن، كل الناس متأكدة، والمسيح يقيم من بين الأموات. فيقرروا يعملوا إيه؟ مش بقى يسمعوا ويقولوا ما يمكن ده المسيح بقى، ولا المسيح هيجي يعمل أكتر من كده إيه؟ العمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، أكيد يبقى هو ده. فبدل ما يسمعوا، عارف عملوا إيه؟ قرروا يقتلوا لعازر ويقتلوا المسيح. يا صاحبي يتغير، مراتي تتغير، أخوي يتغير. فبدل ما أنا أقرر أقبل المسيح في قلبي وأتغير، أقرر أشنكله وأوقعه وأرجعه للحياة اللي كان عايز فيها، عشان أثبت لروحي إن مفيش كلام من ده. أقرر أقتل لعازر عشان ما أقبلش المسيح. أنا واقف على الباب وأقرر، إن سمع أحد صوتي، هو بينادي، بينادي بأعمال العناية، بينادي برفع الحماية، بينادي بآياته وعجائبه اللي بتحصل حواليا في حياة الناس اللي حواليا، وآياته ما أعظمها وآياته ما أمجدها. الناس اللي بتتغير، الناس اللي بتخف، الناس اللي بتشفى بآياته عجائب، وعمره ما ترك نفسه بلا شاهد.
أنا شخصيا، أنا شخصيا أعرف على الأقل أربعة أقامهم المسيح من بين الأموات. أنا شخصيا أعرف ناس المسيح عمل لهم تغيير للكلى بتاعتهم، معجزة كليتين جداد من غير ما يخش أوضة العمليات. أنا شخصيا الآيات والعجائب اللي شفتها أمام عيني من عرج مشي ومن طرش سمعه ملهاش أول من آخر. وآلاف الناس الحياة تغيرت، مدمنين مخدرات صاروا قديسين يكرزوا بالمسيح ومرسلين، قتلة ونصابين وحرامية صاروا خدام للمسيح. آياته ما أعظمها، صوت بينادي، صوت بينادي. لكن واحدة من الطرق اللي بيقرع بيها نجيبك اجتماع زي ده وتحضر وقلبك يتلمس وتسمع في الترنيم صوت محبته وتشوف في اختبار أو في دراما صورة تجسد ليك واقعك وتسمع واعظ بينادي عليك ويقول لك بيدعوك وتسمع وتخاف تفتح مع إنك سمعت، مع إنك سمعت. أنا واقف على الباب وأقرع. بقالك قد إيه؟ بقالي مدة طويلة أوي. شعري اتبل من ندى الصباح وقصصي من ندى الليل. أنا واقف من الفجر لغاية بالليل بخبط. أنا بقالي سنين بخبط عليك وعليك. أنا بقالي زمان طويل بنادي عليك باسمك وبنادي عليك باسمك. افتحي لي، افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. إن سمع أحد، إن سمع أحد. متهيألي النهاردة الأربع تلاف اللي هنا واضطروا يقفلوا البيبان ويقولوا للناس روحوا تعالوا بكرة، احنا فول هاوس، خلصنا خلاص الكراسي كلها. ومتهيألي يمكن الملايين اللي بيشاهدونا النهاردة سمعوا. ممكن أسألك السؤال ده؟ أنت سمعت؟ اللي سمع يرفع إيده كده عشان أتأكد. اللي سمع يرفع إيده كده. طب اللي ما سمعش يرفع إيده كده. اللي ما سمعش خلي بالك، أنت اللي بتختار تسمع أو أنت بتختار ما تسمعش. من له أذنان للسمع فليسمع، فليسمع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، هسيب دي للآخر، هسيب دي للآخر، لأن دي الخطوة الحاسمة اللي بتفرق في كل اللي فات مع كل اللي جاي. وفتح الباب. أنا ممكن أسمع وما افتحش، ويا ما قلت ناس سمعت، سمعت في أعمال الرعاية، سمعت في أعمال رفع الحماية، سمعت في أحداث حواليها وناس حياتها اتغيرت وآيات وعجائبه ما أكثرها. سمعت وهي بتسمع بتقرأ الكتاب أو بتحضر قداس أو بتحضر اجتماع أو بتحصل، سمعت، سمعت المسيح بينادي عليها باسمها بحبك وبحبك وعايزك وعايزك. وفتح الباب. خليها للقطة الأخيرة. يحصل إيه لو فتحت الباب؟ لو فتحت الباب الحاجتين، الأدخل إليه، اثنين، وأتعشى معه وهو معي. عبارة جميلة قوي. أدخل إليه، أدخل إليه، أدخل حياته، أدخل جواه. قال الكتاب يحل المسيح بالإيمان في قلوبنا. المسيح يحل في، أدخل إليه، أدخل إليه. طب يعني يحصل إيه لو المسيح يدخل حياتي؟ يعني يحصل إيه لما المسيح يدخل قلبي؟ يحصل إيه؟ سهل قوي ديت، ودي اللي هيعرفني هو دخل ولا ما دخلش. أنا دلوقتي في ناس يقولك طب أنا مش عارف، أنا سمعته بيخبط وقلت له أدخل، مش عارف هو دخل ولا ما دخلش. معقول؟ معقول يكون دخل وانت ما خدتش بالك انه دخل؟
ده مش بواب، ده مش حتى رئيس جمهورية دخل وخرج، لا 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 لا، ده النور الأبدي، النور الأبدي. لما النور يخش للظلمة يحصل إيه للظلمة؟ بخ، تختفي. لما الفرح الأبدي يدخل للحزن اللي جوايا، الحزن اللي جوايا يحصل له إيه؟ يتحول نوحكم إلى فرح وأعزيكم. أدخلوا إليه. دخول المسيح حياتي معناه نور أشرق جوايا، معناه الحياة عادت إلي من جديد، معناه كان واحد مشلول مشلول ومقعد زي أختنا ديت وفكرة نفسها مش قادرة تقوف، وفجأة اكتشفت أنا عندي رجلين، أنا أقدر أمشي، أنا أقدر أتحرك، أنا أقدر أخرج من السجن، في حياة برة وأنا عايشة هنا في الظلمة. المن يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة. ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد. أدخلوا إليه، أدخلوا إليه. عايز تتصور لما المسيح يدخل مكان ينور، يمتلئ فرح، يمتلئ بهجة، يمتلئ سلام، يمتلئ حرية وإطلاق من كل القيود. الخوف يتبدل إلى سلام، الحزن إلى فرح، اليأس إلى رجاء وأمل، لأن المسيح دخل. رب الحياة بقى عايش هنا، بقى موجود جوايا. عايز تتصورها بطريقة تانية، لما المسيح دخل الهيكل، دخل بيته ولقى مصايب، قال لي بيتي بيت الصلاة يدعى، أنتم جعلتموه مغارة لصوص. أنت كده مفروض هيكل مقدس ربنا عمله، وإحنا حولنا الهيكل ده إلى مغارة لصوص بتكذب وبتنافق وبتنم وبتشتهي وبتزني وبتحشش وبتخون وبتغدر وبتحقد وبتحسد، صح ولا غلط؟ جعلناها مغارة لصوص. دخل المسيح الهيكل عمل ايه؟ طرد بعض الحمام، قلب موارد الصارفة، رجع المكان دوت لحالته الأصلية، نظف البيت، نظف البيت. لما يخش المسيح حياتي يحصل لي ايه من جوه؟ انظف، انظف. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسرج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. العهارة تتحول إلى قداسة، النجاسة تتحول إلى طهارة. اللسان الزفر ينضف ويسبح بأعماله ويغني للمحبوب، ينضف البيت، ينضف البيت، ينضف. عشان لما بيخش هو ما بيقعدش في الزريبة، ما بيقعدش في الزرايب، هو اتولد في الزريبة وحولها إلى قدس أقداس. ولما يدخل حياتي يحول الزريبة إلى قدس أقداس. أدخلوا إليه. مش ممكن يكون المسيح دخل قلبك لما فتحت الباب وما حصلش حاجة يبقى ما دخلش. مرة حد قال لي أنا بتعامل معاه وبطلب حاجات بيديهاني، يبقى ما دخل ولا ما دخلش؟ قلت له لا، في فرق إنك تطلب منه حاجة، بتفتح الشراعة وتقول له ممكن ابني عيان ممكن يخف فيشفيه لك، الواد عايزين ندخله مدرسة ممكن فيدخله لك، البنت عايزة تتجوز ما تبعت لها عريس يبعت لها عريس. في فرق ما بين إنك بتفتح الشراعة وتطلب منه حاجة يعملها لك، دي أعمال العناية، فرق انه دخل. في فرق انك بتطلب وبيدي لك وبانه دخل، فرق كبير قوي الاثنين. في فرق بين الشحاته، بشحت من ربنا فبيديني لانه صالح يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين، وبين انه دخل. ادخلوا اليه، ادخلوا اليه وما بخرجش وبعد وبعد، والبيت بينضف وتملي نور، تملي فرح، تملي أغاني،
والمرارة تتحول إلى حلاوة. الكلمة الثانية الجميلة، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. كلمة جميلة قوي، معه ومعي ديت، مع بعطينا، مع إيه؟ مع بعطينا بلغة الشباب كده يعني، ها؟ يعني والأول أنا هتعشى معاه وكأني الضيف، بس على طول قال وهو معايا، لأن أنا بقيت صاحب البيت وبقى هو الضيف. بس ليه العشاء؟ ليه اتكلم عن العشاء؟ ليه اتكلم؟ عشان العشاء بتبقى سندوتشات وبتبقى حاجة خفيفة يعني، فمش هكلفه كتير. لا لا بالعكس، العشاء معناها دي الوجبة الرئيسية، ها؟ احنا زمان الغداء كان الوجبة الرئيسية والعشاء اللي خفيف، ها؟ كل ما العالم بيتحول كده ناحية المودرنزم، بيتحول العشاء هو الوجبة الرئيسية اللي فيها البط والحمام والديك الرومي، غالية الحاجات دي قوي. لكن لما يكون المسيح يجيبها، يعني عايز يقول ايه بالكلمة دي؟ عايز يتكلم عن الشبع. الشبع، شبع، مش بس هدخل وحنور وحنظف، شبع، هأشبعك، هأشبع نفسك الجعانة للحب، هأشبع نفسك الجعانة للقيمة والكرامة اللي راحت، هأشبع نفسك بأمل وحلم تعيشيه مش بس هنا في الدنيا، للأبدية. شبع، 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 احنا مش شبعانين، احنا جوانا جوع، احنا جوانا فقر، حتى لو فلوسنا كتيرة في جيوبنا. الاغنياء اكثر فقرا من الفقراء، لان الشبع ملوش دعوة بالفلوس. الفلوس بتجيب لحمة وتجيب جاتو، بس مش ده اللي بيشبع القلب. اللي بيشبع القلب الحب والامان والوفاء، وده اللي موجود عند المسيح. اتعشى معه وهو معي، بيتكلم عن علاقه، علاقه وثيقه. هنقعد مع الميده مع بعض، هناكل مع بعض، هاشبعك بجودي، يشبع شعبي من جودي، يقول الرب. والنفس الشبعانه تدوس العسل، اما النفس الجائعه فكل مر لها حلم. ولما اشبع من حبه وحنانه وشركته ورفقته ومعيته وحضنه وايده اللي ماسكه ايدي، هدوس العسل بتاع العالم. ايوه دايس على عسلك يا عالم، خلاص مش محتاج مخدرات، مش محتاج اسكر، مش محتاج اغيب وعي، مش محتاج علاقات عاطفيه وجنسيه اثمه، مش محتاج ابص شمال ويمين. شبعان، 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 شبعان من جوه، متدفي من جوه. حكيت القصة دي أكتر من مرة، بنوتة في اجتماع عدادي وأنا بوعظ، أبوها سابهم مشي، زوجة جميلة جدا وثلاث بنات زي الفل، آية في الجمال، من وسط اجتماعي راقي جدا. ازاي الاب ده ساب الجمل بما حمل ومشي وسابهم؟ مش فاهم. البيت امتلأ خوف وعوز وجفاف وخوف. فاكر مرة كان في الصيف وكنت بوعظ في الاجتماع ده بتاع دادي، وانا بقيت صديق ليها زي اب، لقيتها لابسه بلوفر ولابسه شتوي ولابسه تقيل كده، فرحت قلت لها انت بردانه لابسه كده ليه؟ بصت لي كده قالت لي بردانه من جوه يا سيس، بردانه من جوه. بردان من جوه، جعان من جوه، حاسس بفراغ هنا،
أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. جربت تقعد على المائدة معاه ويبص في عينيك ويقول لك بحبك وانت غالي علي ولدي بنتي عزيز في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. جربت تترمي في حضنه وتتدفى جواه وتحس بالأمان. جربت إيده تتحط على كتفك ويقول لك أنا هو الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. ده الشبع، ده الشبع اللي لا يوجد في العالم له نظير ومحدش يقدر يديه غير يسوع المسيح الناصري ابن الله الحي الأول والآخر البداية والنهاية العاشق والمحب والمحبوب. أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي أدخل إليه. يعني ممكن افتح ما تخشش؟ مستحيل. ما انا عملت ده كله ليه؟ ودفعت الثمن على الصليب ليه؟ وحملت خطاياك ليه؟ واشتريتك ليه؟ واقف من الصبحيه وبقالي 10 سنين واقف بخبط على بقى. ليه؟ معقول تفتح ما اخشش؟ مستحيل. قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا. يعني هو ما دخلش حياتك ليه؟ عشان انت ما فتحتش. بس مش انت وحش عشان هو حمل خطيتك، مش عشان انت نجس هو حمل نجاستك، مش عشان انت ضعيف هو حمل ضعفك، مش لانه مش عايزك، لانك انت اللي مش عايزه. ارجو ان يكون الرسالة دي واضحة. ادخلوا الي اتعشى معه وهو معي. خليني اختم بالكلمة الاخيرة دي، فتح الباب. قول لي بس فين وانا افتح يا قسيس، قول لي بس فين وانا يعني قول لي بس اديني اماره بس يا راجل. واضحه؟ فتح معناه انا قبلت انه يدخل حياتي، قبلت انه ينظفها ويطهرها ويغيرني ويبقى حبيبي ويعيش جوايا وما يسيبنيش. قبلت. فتح معناه قرار إرادي واعي، اخترت فيه أن المسيح يعيش جوايا، ولو عاش جوايا معناها هعيش ملكه مش ملكي، هعيش مش بحركه بيحركني، هعيش مش بيعمل لي اللي أنا عايزه بعمل له اللي هو عايزه. أيوة كده، أقول من الأول هيستغلني يا راجل. اللي هو عايزه ليك خير ورحمة، اللي عايزه ليك صلاح وجود، اللي عايزه ليك هو أفضل ما يمكن أن يكون في الوجود لأنه بيحبك. إرادة الله بيقول الكتاب صالحة ومرضية وكاملة. فتح معناه استسلم، قلت له أنا ليك، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي، اسمحي لي أدخل حياتك، اسمحي لي نعيش مع بعض وتبقى العلاقة دي عهد أبدي، أنا لك وأنت لي. بس أنا غسلت ثيابي واستحميت وقلعت الشبشب ودخلت السرير ومكسلة. عدي علينا بكرة، النهضة اللي جاية، الحصاد اللي جاي، أنا لسه صغيرة، أنا لسه شابة في ربيع العمر وفي زهر شباب. أرتبط بيك دلوقتي؟ طب هتجوز إزاي بعد كده؟ أنا لسه شاب صغير، لسه ما عملتش كل حاجة في الدنيا، سيبني أعمل كل حاجة، أعمل كل حاجة، أجرب كل حاجة، وبعد ما أبوظ خالص. ابقى اجي بقى عشان لما تغيرني يبان بقى عندك عملت حاجه كبيره قوي. شفت بقى رب؟ شفت انا عندي افكار كويسه قوي ليك. ايه رايكم في الكلام الفاضي اللي انا بقوله ده؟ فتح معناه انا مؤمن انه بيحبني.
وان عايز لي افضل حاجه في الحياه، وان مفيش امتياز في الدنيا قد ان المسيح يسكن هنا وابقى انا للمسيح والمسيح ليا. مفيش مفيش مفيش. صدق صدق، فتح معناه خطوه واحده مش مليون خطوه. فتح معناه مش حاجه بتاخد سنه ولا سنتين ولا ساعتين ولا حتى خمس دقايق. دي لحظة فارقة في حياتي، أنا سمعته بينادي علي، سمعته بيدعوني، أنا عايز أدخل حياتك. وأنا وقفت قلت له يا رب أقبلك، تعال جوايا، امتلك قلبي، أنا ملكك، اعمل اللي أنت عايزه، غير اللي أنت عايزه، اكنس اللي أنت عايزه، اللي أنت مش عايزه من الشباك، بلاش من الشباك، نار تاكله وتحرقه، الزبالة اللي في حياتي هنحرقها، القذارة اللي في حياتي هتنضف، العوج اللي في حياتي هيستقي. اعمل اللي انت عايزه، انا عايز اعيش معك، انا عايز اكون ليك. دي فتح الباب، دي فتح الباب. اسمعوا معايا الترنيمة اللي جاية دي من اخونا، قد تكون القرعة الاخيرة النهاردة على باب قلبك، وهو بيقول لك افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. استأذنكم نقف واحنا بنسمع الترنيمة ديت، استأذنك تفتح ودانك تقول له عايز اسمعك، مش عايز ودني تبقى من طين ودن من عجين النهاردة، مش عايز اطنش، مش عايز اقول للشخص ده عدي عليا بكرة، مش عايز اقول لي يسوع الناصري سيبني في حالي، اللي فيا مكفيني. أنا لست أرجوك لكي تبقى معي، إذ أنت إني إنما لك الاختيار، فاذهب بعيدا حيثما شئت، ولكن أنا سوف أبقى هنا في الانتظار. لن أشتكي برد الشتاء إذا قسى، لن أكتوي من حر أو شمس النهار، حتى وإن أنكرت حبي طالبا أن تنطلق من حضني لابا بالفراغ. لا لم تكن ابني فقط بل كنت لي حياتي بيومها وبأمسها، والآن تلتمس الرحيل كأنما
فترجع اخذا نفس الطريق، لكن قلبك لن يكون كعهده، سوف تحمل في الحشا جرحا صحيح. أما أنا سأظل منتظرا هنا باللهفة الأولى وبالشوق العجيب. غمض عينيك، غمض عينيك. صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا حبيبتي، بيحبك بيحبك، عشان كده مدد ايده ليك وليك، عشان كده بيخبط وراضي يقف بره مده طويله طويله طويله، مستني لحظه فيها تفتح وتقبله رب ومخلص، فادي وراعي، سيد وملك، حبيب ومعشوق، تحبه من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، تختار نصيبك في الحياة وقسمتك. إن فتح أحد أدخل إليه، ولن يكون كما كان. الظلمة والخوف واليأس والحزن يمضي، لأنه حيث روح الرب هناك حرية من كل قيد، من كل قيد، من كل خوف، من كل عبودية. وهناك شبع أتعشى معه وهو معي، أطعمك خبز الحياة، أطعمك الحب الحقيقي، أطعمك المعنى الحقيقي للعيش. تقدر تصلي الترنيمة دي، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج دمك يطهرني. أدخل يا رب، أدخل بالحب وبدمك، نظف وطهر واسكن وحل. أنا جاي، أنا جاي برمي نفسي في أحضانك، أنا جاي بقبلك في حياتي، أنا جاي بختارك قسمتي ونصيبي. صلي معايا الكلمات دي، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج دمك يا يسوع يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني. انا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني. وانا لما هاجي واشوفك اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. I'm
من فضلك اقعد، من فضلك اقعدي لحظة لحظة. وعايز ادعوك في اللحظة اللي جاية ديت، غمض عينيك، غمض عينيك، ما تبصش حواليك، ما تبصش حواليك، انسي ان في زحمة، انسي ان في الاف موجودة في المكان ده، انسي ان في شاشة، انسي كل حاجة، انسى كل حاجة، واسمع صوت قرع داخلي. افتح لي يا حبيبي، افتحي لي يا حبيبتي، سيبني ادخل حياتك، سيبني انير الظلمة، سيبني احررك من قيودك، من النجاسة، من العلاقات، من الادمان، من الخوف، من الحزن. جرب اني املك عليك، جرب اني اعيش فيك، جرب انك تبقى ليا وانا ليك، جرب ان انا ابقى ليك وانت ليا، تتعشى معايا وانا معاك، جرب تدخل في عهد من الحب بيني وبينك، ودمي طهرك وروحي يقدسك. اذا انت سمعت النهارده صوت الحبيب، صوت الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، إذا أنت سمعت صوت يسوع مش صوت إنسان، وعايز تفتح، عايزك تقف. إذا أنت فتحت قبل كده والمسيح دخل حياتك، ما تقفش. لكن إذا أنت سمعت النهاردة وعرفت أن لسه المسيح برا، ما دخلش قلبك وما غيرش حياتك، وعايز تفتح، وقف، وقف وقول الترنيمة دي تاني، بس قولها من قلبك. أنا جاي، أنا جاي يا رب، أنا جاي غيرني، أنا جاي أملك عليا، أنا جاي بفتح قلبي. إذا أنت سمعت وعايز تفتح قلبك للمسيح، وقف وصلي الترنيمة دي. إذا أنت عايش معاه ودخل حياتك وغيرك، ما توقفش. وإذا أنت مش عايزه يدخل حياتك برضو، ما توقفش، ما توقفش. لو أنت اختبرت المسيح، أو لو أنت مش عايز المسيح، لو أنت عايزه أقف وقول معنا الترنيمة ديت. أنا جاي يا رب، أنا جاي لك، أنا جاي لك بعبلي، أنا جاي لك زي ما أنا، أنا جاي بقول لك أدخل حياتي واملك قلبي، مش أروح غير وأنت جوايا، مش أروح غير وأنا هيكل الله، هيكل للمسيح، وأنا حر في المسيح، مغسول بدم المسيح. أنا محتاج لمسة روح، رنمها، بص عليه وقولها له، بص عليه وقولها له، وأنا محتاج دمك، وأنا محتاج يسوع دمك يغيرني يطهرني. أنا محتاج لمسة روح تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني، وانا لما هاجي واشوفك، واشوف يسوع على كفوفك، بتفك الاسر وحقك بيحررني كل عبودية. هادي واشوفك، واشوف يسوع على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني، 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 بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي خاطي خاطي حزين عزيني، أنا جاي لخبطي برقني، البسني بسلطانك وريني.
حزين عزيني أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني إلمسني بسلطان وريني مجد جلالك وقبر قلبي بحنانك ورويني. أنا شايف عدد كبير قوي واقف، حاجة تفرح القلب، بس عايزك تكون فاهم وقوفك وقوفك خطوة لها معنى، إن أنا جاي أفتح، جاي أملك المسيح حياتي، بقول له أنا بختارك حبيبي زي ما أنت اخترتني حبيبك، أنا جاي بملكك زي ما أنت ملكت نفسك ليا على الصليب. غمض عينيك وغمض عينيك اللي واقفين، صلي معايا، صلي معايا الصلاة دي، ما تفوتش الفرصة ديت. اوعى تروح زي ما جيت، اوعى تكون سمعت وقفت بس، لكن وانت واقف افتح قلبك، افتح قلبك، قلو اشكرك لانك خبطت كتير وما زهقتش، اشكرك انك جبتني هنا النهاردة عشان اسمعك تاني تاني، اسمع صوت الحبيب، اسمع صوت الالف والياء. اشكرك ان انت اللي بتنادي عليا مش انا اللي بنادي عليك، بس انا جاي النهارده يا رب عايز افتح، عايز افتح قلبي، عايز اقول لك ادخل، ادخل يا رب انا موافق، ادخل، ادخل جوايا وعيش هنا واسكن هنا ويبقى ده مكان راحتك ومكان سكناك. نظف يا رب، نظف، نظف بدمك واروي بحبك كل جفاف وجفاء وقساوة، ونور كل ظلمة، وقدس كل نجاسة، وفك كل أسر وكل قيد جوايا يا رب. أنا جاي أديك المفاتيح كلها، كل المفاتيح، كل القوط بتاعتي، كل الغرف اللي جوايا. من النهاردة أنا ضيفك وأنت صاحب البيت، من النهاردة أنا اللي هتعشى معاك مش أنت اللي هتتعشى معايا. سامحني على اللي فات يا رب، عهد جديد وصفحة جديدة معاك، عيشها ليك وعيشها وإياك، تبقى أنت فرحتي وأغنيتي، تبقى أنت فخري بين الناس ومجدي ورافع راسي. خد لحظات صلي، ولو أنت فتحت قلبك قول رب أشكرك أنك دخلت، أشكرك أني لن أعود كما كنت، أشكرك لأنك قلت إن فتح أحد أدخل إليه، أدخل إليه، أدخل إليه. أنت مش هتردني، أنت مش مكسوف مني، أنت مش خجلان مني، أنت عارف كل حاجة، عارف كل حاجة، عارف كل البلاوي بتاعتي، بس أنت حملتها على الصليب، وضع عليك اسم جميعنا، حملت في جسدك خطايانا على الخشبة عشان نموت عن الخطية ونحيا للبر. أشكرك، 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 أشكرك. قول معايا كده، راجع للأب الحنان واثق إن ليا مكان. قول معايا القرار ده، قول معايا القرار ده وانت واقف، راجع للأب الحنان واثق إن ليا مكان. I'm
من فضلك ارجع للكنيسة اللي انت بتنتمي ليها ايا كان طائفتها. مش هدف المهرجان ده انك تغير كنيستك، بالعكس انك تختبر المسيح وتكون بركة لكنيستك. احنا بنؤمن بكنيسة واحدة بكل طوائفها المختلفة، لكن لو انت ملكش حد يسأل عنك، ملكش حد يكمل معاك ويتابعك في الرحلة دي، في كارت اسمه كارت متابعة. فإذا عايز حد يزورك أو يزورك، شاب هيزور شاب وشاب هيزور شاب وراجل هيقول راجل وست هتزور واحدة ست، عشان تصلي معاك وتمشي معاك في الرحلة دي في خطواتها الأولية وتثبتي في المسيح، املي الكارت ده، املي الكارت ده. هنزورك في ظرف 10 أيام بالكتير، يمكن 3-4 أيام كمان. فإذا أنت عايز حد يفتقدك ويكمل معاك، ما فضلك املى الكارت دوت. مش الهدف منه انك تغير كنيستك، بالعكس بالعكس، نازل انك تكون بركة لكنيستك اللي انت جيت منها. ارجع ليها وكن بركة ليها، انتمي لكنيسة، بالذات لو انت شاب الكنيسة محتاجة لشبابها. رجاء تاني قبل ما اختم، إذا أنت معرفتش تصلي وسط الصفوف، إذا أنت وقفت ومش متأكد المسيح دخل قلبك وعايز حد يصلي لك، تعال قدام في مكان هنا فاضي، تعال قدام، تعالي قدام. عايز أصلي للناس اللي معرفتش تصلي، عايز أصلي للناس اللي وقفت ومش متأكدة إنها قدرت تفتح قلبها وتروح إنسان جديد. إذا معرفتش تصلي في مكانك ومعرفتش تختبر ربنا في مكانك وعايز حد يصلي لك، من فضلك تعالى هنا، أحب أصلي لك قبل ما نمشي. تعالى قدام وما تخافش من الناس، وتقدر ترجع لمكانك تاني بعد ما نصلي. هنقول مع بعض الترنيمة ديت، وفي الوقت ده اللي عايز يملى كارت يملى كارت، اللي محتاج إننا نصلي له تعالى قدام، تعالى قدام، أحب أصلي لك قبل ما نختم. لو محتاج صلاة تعالى قدام، لو محتاج صلاة تعالى قدام. الناس بتيجي، لو محتاج صلاة تعالى، أنا هصلي والخدام الموجودين هيصلوا معاكوا قدام. ما تروحش ومجرد واخد نص خطوة، عايزك تاخد خطوة أكيدة، عايزك تروحي متأكدة إن بيتك ده بيت للمسيح، إن قلبك ده مسكن للمسيح، إن النور دخل، الفرح والتعزية دخل حياتك، إن عندك رفيق ملوش مثيل، إن عندك مخلص ملوش مثيل. لو محتاج صلاة تعالى، تعالي تعالي قدام، لسه في أماكن قدام، تيجي هنا قدام.
يا ابن الله الحي، يا من دعوتنا بأسمائنا، يا من حملت على جسدك أثامنا وعيوبنا وأوجاعنا وأمراضنا وآلامنا وأحزاننا. ولادك وبناتك بيحتشدوا أمامك يا رب، ضع يمينك أنت، ضع يمينك على كل رأس يا رب موجودة في هذا المكان، ضع يدك القديرة يا رب على كل نفس منحنية أمامك عشان ترفع انحنائها وترفع رأسها، ضع يدك على كل قلب النهاردة حزين ومكدوم، ضع يدك على كل نفس النهاردة يا رب مقيدة ومربوطة ومحبوسة بقيود من عدو الخير. انت قلت تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، انت قلت تصنع خير وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب يا رب. ولادك جايين قدامك مش مكسوفين، مش مكسوفين، بالعكس جايين يحطوا ثقتهم فيك، جهدت ان يحطوا ايمانهم فيك يا رب، منتظروك لا يخزون. محدش يروح زي ما جاي، محدش يروح منحني، محدش يروح يا رب حزين، محدش يروح مأسور، محدش يروح يا رب النهاردة مقيد، محدش يروح النهاردة مش واثق في الحياة اللي انت منحته اياه. ادخل يا رب، ادخل النهاردة، ادخل بنور، ادخل بضياء، ادخل بمحبة، ادخل يا رب بعهد جديد يا رب، اصنع عهد جديد في هذه المدينة يا رب. مفيش عينين تروح تائه، مفيش قلب يا رب يروح يائس النهاردة، لكن تصنع أمرا جديدا، أصنع أمرا جديدا يا رب، تصنع أمرا جديدا. يدك يا رب، يدك، لمساتك في كل قلب، همسك في الأذن يا رب. ولدي 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 بنتي، ولدي بنتي، مبارك اسمك يا رب، نباركك، نعظم اسمك يا رب، نعظم اسمك لأجل الجوع والعطش اللي حطيته في القلوب. انت تشبع، انت تشبع، انت تروي، انت تقيم النهاردة، انت تصنع جيل جديد يا رب، انت تصنع جيل جديد يا رب، من ولاد وبنات، شباب وشابات، رجال وسيدات يا رب يعيشوا معاك، يكونوا قدس أقداس لمجدك يا رب. بننتهر يا رب كل مرض وكل ضعف الشعب، بننتهر كل ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالذات، في اسم يسوع حرية، باسم يسوع شفاء، باسم يسوع حياة جديدة. يا سيدنا الرب انت القدير يا رب، لا تخيب ظن ولادك وبناتك في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. ليك مكان، ليك مكان في قلب الآب، صدق انه ليك مكان محفور في قلبه منوش على كفو من زمان. ليك مكان هو بيدور عليك، سمع صوته بيناديك، فتح قلبه يرحب بيك، تعال له باللي فيك، علشان في قلبه ليك مكان، صدق انه ليك مكان. لو مصدق ان ليك مكان اجري عليه،
ولو لسه ما كتبتش كارت متابعة اكتبه، ولو كتبت الكارت سلمه للي بيتابعك للي واقف جنبك. لو بشجعك بشجعك لو لسه ما كتبتش الكارت، فيه اشرز كتير وخدام كتير وسط الخيمة وبرة، اكتب كارت المتابعة عشان نعرف نوصل لك. زي ما قال ابونا القسيس خلال يومين ثلاثة اربعة هنزورك، هنحدد معاك ميعاد. عايز اقول لك انه عندنا احتفال خاص يوم 8/11 لكل اللي بيكتبوا كروت المتابعة. نبتدي مع بعض يوم قوي، في حاجة رياضية وفقرات متنوعة وحاجات روحية خاصة لكل الشباب اللي بيكتبوا النهاردة كروت المتابعة. بشجعك اكتب كارت المتابعة، لو ما كتبتش اكتبه. نادي على كل الخدام، لو في خادم مش شايفك ارفع ايدك وقول له انا هنا، اكتب الكارت وادهوله. عايز افكركم بكرة، بكرة احنا الشباب من 4:30 هنا عندنا 3 ورش. في ورشة اسمها اسئلة وجودية. يعني ايه اسئلة وجودية؟ يعني انا مش متأكد ان في ربنا، انا عندي مشكلة في الثالوث، انا عندي مشكلة في حب ربنا، انا عندي مشكلة في الصليب. تعال احضر الورشة دي، تعال احضر الورشة دي واسمع. ناس كتير حضرت النهاردة الورشة دي واستفادت مع ابونا القسيس سامح موريس. عندنا ورشة تانية للشباب اسمه كلام رجالة. عندك مشكلة في العلاقات، عايز تفهم، عايز ترتبط، عايز تتجوز، عايز تعرف تحب، عايز تحب صح، عايز تحب حسب الكتاب ما بيقول، تعالى احضر الورشة دي، تعالى اسمع. عندنا كلام خاص للبنات في قاعدة خاصة للبنات اسمها كلام بنات. تعالى احضر القاعدة دي لكل بنت لكل فتاة. كل واحدة النهاردة ما جاتش، بكرة تعالي، واللي كانت موجودة قول لحد ما جاش على اللي حصل النهاردة عشان يبقى موجود معنا بكرة. دي حاجة خاصة أول البنات، بنتعلم فيها حكاوي بنات وكلام بنات ومشاكل بنات، ومحدش هيسمعك، كله بنات في بنات، محدش معاك من الإخوة ولا الرجالة. عايز أشجعكم نكون موجودين مع بعض من 4:30 شباب بس، من الساعة 6 الباب مفتوح للكل. في الحفل العظيم دوه واللي بيحصل ده، انا عايز اشكر قصر الدبارة لانها للعام الثاني على التوالي حتى ايدينا معاها في شراكة قوية. بشكر الكنيسة، بشكر رأسها، رأس الكنيسة المسيح، بشكر على رأس الكنيسة القسيس سامح موريس، بشكر الرعاية والجهد المبذول منهم معنا، بشكر كمان لجنة الرعاة مع لجنة الشباب اللي قاموا بالعمل دوه. النهاردة السنة دي من شهرين بس اضيف على اللجنة مجموعة شباب. انا بشكر اللجنة العامة رعاة وشباب على الفكرة والاعداد والتنفيذ بهذه الصورة الرائعة. خلينا حي اللجنة دي برعاتها وشبابها. عايز اقول حاجة صغيرة قبل ما نختم بالصلاة. عددنا كبير قوي، وده ما يستحقش الا ان احنا نقول مجد للرب على العمل اللي بيعمله. مجد للرب لانه رب فاتح ابوابه لينا وعلى قلبه ان كل ابو رقاص بكل قراها ترجع لي. واحنا بنطلع كل المؤمنين الحلوين الشطار الاباء والشباب والشابات، احنا حلوين ومنظمين، فهنستنى اللي في الخيمه الرئيسيه هنا، هنستنى مكاننا لحد الخيمه اللي بره اللي في السور ما يطلعوا، وبعدين اللي بعديهم، عشان حبه نظام، علشان نقدر كلنا ما نتعبش بعض وما نسحمش بعض وما يحصلش مشاكل. حد قال امين؟ امين. خلينا نختم مع بعضينا بالصلاه. يلا بينا نصلي، يلا بينا نكمل صلاه. بعد الهوى، بعد الهوى. اشكرك يا رب. يا ربنا كمسؤولين عن الارض دي بندعوك انك تيجي، بنفتح لك الباب انك تيجي وتدخل وتعيش وتملك، تملك علينا وتباركها وتكون سيدها. كمسؤولين كرعاة ومسؤولين عن الفكرية بالكامل، بنفتح لك ابوابها، بنفتح لك ببانها، بنقول ليدخل ويجوز فيك ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار في القتال. وكآباء يا رب، وكآباء وأمهات، نفتح لك بيوتنا، نفتح لك بيوتنا المكتوب عنها انه ارى الدم واعبر عنكم.
نفتح لك بيوتنا زي ما عمل سجان فيليبي اللي قال آمن فتخلص أنت وأهل بيتك. بنفتح لك بيوتنا النهاردة فيخلصوا اللي جواها. بنفتح لك بيوتنا إذا كنا احنا البوابين بتاع البيت، بنفتح لك الباب فيخلص اللي جواها. سيد كشباب وشابات بنرجع لروح الآباء يا سيد، بنرجع ليك النهاردة. بنتوب عن كل عثرة عثرناها لشبابنا، بن كل عثرة عثرناها لأولادنا، وبنرجع ليك آباء وأبناء، شباب وشابات، بيوت وعائلات، كنايس وشوارع، بنرجع ليك بكل البلد يا سيدنا الرب، ونقول لك افتقدنا افتقدنا، استلمنا وباركنا، واصنع بينا حيث ما هو في السماء ليكن ما هو في قلوبنا وعلى أرضك. يا ربنا استلمنا، استلم قلوبنا، استلم بيوتنا، أيدنا، لأنه مكتوب أن إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي هو يكملكم ويمكنكم ويثبتكم ويقويكم. فاعمل معروف، مكننا وكملنا، ثبتنا وقوينا، لأنك أنت اللي تقدر تثبت رجلينا على طريقك يا سيد. اسمعنا أبانا حينما ندعوك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك كل الملك والمجد والعظمة والسلطان. آمين. ولأن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة ومعية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم. آمين. أولادنا وبناتنا الموجودين